بس وخلي عندك ربو تاخذ بس طبيعي بس من خشمك بس اطمئن بعد هسه بس ديرجف هو كان خايف اكثر ما هو متاكد بعد دقائق من هذا الاكسجين حيصير اكثر اكو حاله بس بحاله قدرنا احنا وقلنا الوسطى وصلنا الشيء فوق طاقتنا فوق خلينا نقول امكانيتنا سيارات اصحاب 25 وحده مطجره وجهات بعيده من الدار الناديين حاله تستوجب انه هو لو اكثر تخصصا وهذه السرعه عندنا مركز طبي هنا في اطباء ما شاء الله عليهم اختصاص في كل مجهزين ادويه حتى للزياده الطبيه اصبحوا حيكي طبيعي Thank you.
باتي. قمع المتظاهرين طبعا تعاملوا وياه بكل الطرق. الطريقة الأولى اللي كانت بداية الشهر العاشر رصاص حي واستشهدوا هواي شباب، بعدين الظهر دا يقولون إنه مرة ينقتل الشباب، قاموا يستعملون القنابل الصوتية والقنابل المطاطية والقنابل الغازية على أساس هاي لتفرقة المتظاهرين. شلون هم دا يضربوها؟ هم ما يريدون يفرقون المتظاهرين، دا يريدون يقتلون المتظاهرين، يضربوها بشكل أفقي وتجي تثبت براس المتظاهر لو بعينه لو بصدره وطب على أحشائه تمزق أحشائه. زين هذا اللي دا يصير قتل وقتل أبشع من الطلقة. زين أنا مستغربة منظمات حقوق الإنسان وينها؟ هي الحكومة ليش ما تخلي لها خط رجعة ويا المتظاهرين؟ ليش ما تنزل إلى الساحات التظاهر وتسأل شو يريدون؟ يعني هذولا على الأقل خلي يفكرون هم نفس الدم عراقي إذا هم يدعون إنهم عراقيين. شلون يقتلون هاي الشباب هاي الحلوة؟ يعني الشباب اللي موجودة كلها بعمر الورود، كل اللي طلعت كل شيء رادت حقها بالحياة، رادت وطن اللي مفتقدين محاسين هم ينتمون الوطن، يريدون يعيشون بأمان، يريدون يعيشون بكرامة، يريدون مي، يريدون كهرباء، يريدون تعليم، يريدون صحة. المطالب هيك كانت بالبداية، قابلوها بالرصاص. المطالب زادت إلى أن هسه الشباب اسقاط النظام، بحيث احنا ما نقدر نوقف الشباب نقولهم على كيفكم، خلي تصير اصلاحات حقيقيه وليست ظاهريه وليست ترقيعيه. نريد قانون انتخابات صحيح، وبعدين يلا للانتخابات، نروح على الانتخابات القريبه والمستعجله اللي تنتخب الناس الكفؤين الناس الوطنيين. احنا هسه اول خطوه عندنا مشكلة انه الشباب يريدون اسقاط نظام، الشباب قتلوها. يعني شنو موقف الشاب من يشوف صديقه اليمه الطب قنبلة براسه؟ شي يصير بيه؟ يصير يقول صار دم بيني وبين الحكومة، ما اريد هاي الحكومة ولا واحد من الحكومة، نريد احنا نهدئ الشباب مدى نقدر. انتو يا سلطة، انتو كبار كلكم آباء، اتوجه لكم بهاي الأبوة اللي عندكم، وحتى انتو البرلمانيات هاي الأمومة اللي عندكم وينها؟ احجي ليش تقتلون الشعب حتى استعملتوا غازات كيميائية؟ انا متعجبة، مو انتو شو تسمون علي كيميائي؟ زين هسه شو تريدون؟ هذا الجيل هم يقول حكومة كيميائية ولا واحد دا يرفض؟ ليش؟ هاي شبابنا هذولا قطعة من عندنا، كل واحد قطعة من أمه، وأنا أحس والله كلكم قطعة من عندي. كل واحد يموت هذا ذخر إنا، هذا ذخر للعراق، هذا إنسان يبني. زين شنو أقتلهم؟ شنو أصدق عليهم ب 150؟ طلعوا الشباب وقالوا شنو 150؟ شنو 175؟ هذول الشباب يقدرون يبنون وطن. بس شوفوا هذا نفق التحرير اللي كان وصخ واللي كان وبوجود حكومة شقد الميزانية مالته؟ فوق 100 مليار دولار. شوفوا هاي الشباب، أيادي الشباب، شوفوا شلون دا تبني من اكو امان ومن اكو حب للوطن. شوفوا الجمال، شوفوا النظافه، شوفوا نفق التحرير كنا محرومين منه همين. يخبط صاير يقولون نطلع نمشي بيه مثل قبر رجاء. بس اريد افتهم
الحكومة اللي موجودة اللي اجتي اشرادت من البلد، يعني ما يخالف الكل يقولون هي دتبوك، بس شوية اشتغل شوية اقدم. زين هسه شي ينتظرون؟ يعني الشعب هاي المئات الالاف اللي طلعت شي ينتظرون؟ استجابة؟ استجابة حتى تهدأ هاي الشباب؟ قانون انتخابات عادل ونزيه يجيب الناس الوطنيين، مو سانتليغو 1719 ويجيبون نفس الأشكال. أنا أقول إنه لازم تسمعون صوت الشعب. هذول جيل جديد، هذول جيل ما تعلموا على الخوف بزمن الدكتاتورية، هذول جيل سمعوا بالديمقراطية والحرية وكانت بس تلقين، بس كانوا عبالهم صدق وطلعوا بصدور عارية تلقوا الرصاص. هذول ما حيسكتون. يا 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 أساتي يا دكاترتي يا اللي بالسلطة اللي بالحكومة البرلمانيين، هذول ما حيسكتون يا عيني، والله ما يسكتون. لازم تسمعوهم ولازم تغيير، لازم تغيير، والله لازم تغيير، ما بيها مجال. وأشكركم على استماعكم إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا المفرزه الخاصه مال المستشفى الزعفرانيه العام اللي عايده دار صحه بغداد الرصافه، تواجدنا هنا تحت قرب نصب الحريه وبساحه التحرير تحديدا من اليوم الاول المظاهرات اللي هو صادف يوم الجمعه يوم 25 تشرين. عالجنا الكثير من الحالات، حالات اكثرها لاصابات الغاز المسيل للدموع، حالات اختناق كثيره جدا حثت خلال فتره المظاهرات، وتعرضوا تعرضت الى غازات. هاي الغازات بالفتره الاخيره صارت غازات يعني تختلف، يتعرض المصاب الى نوع من التشنجات، وهذا اتوقع انه باحد العناصر الكيميائيه اللي تؤدي لهذا. العلاجات اللي قاعد نستخدمها بالفتره الاولى كان المواطن يستخدم البيبسي والخمرة وهذا العلاجات البدائية اللي نقدر نقول، بس احنا اللي توصلنا لانه علاج اللي نورمال سلاين اللي نقدر ننظف به المكان، بالاضافة الى القطرات المعقمة للعين، بالاضافة الى الاكسجين اللي موجود بسيارات الاسعاف. بالمناسبة يعني بعد ذكر التبرعات كلش كثيرة من المواطنين، من المذاخر، الادوية متوفرة بصورة طبيعية كلش، ما عندنا اي نقص بها، يعني كان التبرعات كلش راقية وبالمستوى المطلوب وبالاحتياج اللي يحتاجه احنا بالاسعافات. الاخلاءات المرضى قاعد تكون نحس بها بصعوبه شويه، بصعوبه يعني الحشد اللي موجود الهوايه وصعوبه الحركه الاسعاف، وهذه المعاناه اللي عندنا الوحيده. المستشفى بكادره مستنفر كل جهوده وبتوجيهات من المدير عام انه احنا متواجدين بالساحه والخدمه المتظاهرين. السلام عليكم. ممكن تحكي لي شنو هذا الغاز؟ والله انا يعني كطبيعه غاز ما اقدر انطيك عنه، مو تخصصي انه الغاز، بس انه اعراضه يعني اختلفت عن الفتره البدايه كان بس اختناق، هسه اختناق وتشنجات قاعد تصير وياه، بس كنوعيه ما اقدر احددها. يعني كم حاله تقريبا؟ حالات يعني حالات بالالاف، يعني ما اقدر احدد لك حاله بالالف. وشو اكو ناس قدرت تساعدهم؟ الاغلبيه دا نساعدهم، يعني الشيء الملفت للنظر انه يرفض الاخلاء للمستشفى، المصاب ما يقبل يروح المستشفى، يتعالج ويرجع يصعد على الجسر او على جبل احد وكانه شيء لم يكن يعني. والعلاج متوفر، علاجات احنا عندنا متوفره وقاعد نعالج. كلمة أخيرة، والله يعني الناس هاي اللي طالعة مطلبها كلش بسيط، تريد وطن. يعني هذا في الشيء يعني هو يختصر كل الأشياء، نريد وطن، نريد وطن إنا والأجيالنا والأجيال اللي بعدنا، تريدش تعيش براحة، تريد تعيش بسعادة. أجيال يعني هذا الجيل كنا احنا ماخذين غير نظرة عليه، بس ثبت إنه هذا الجيل هو الجيل الحقيقي، هو جيل الثورة، هو جيل الشباب، هو جيل المستقبل إن شاء الله، والبركة بهم إن شاء الله، وإن شاء الله تتحقق كل أمنيات هذا الجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مجموعة من الأطباء والخريجين واللي طلاب كلية الطب جامعة النهرين، نقدم اليوم الخدمة العلاجية مثل من أول يوم مظاهرات لحد الآن طرب ساحة التحرير. نقدم الخدمة العلاجية
للي يحتاجه، والاي بي سي من التروما من الاصابات اللي نقدر له واللي متوفر عندنا جوا ايده جوا ايدنا. اما الحالات الخطره نحاول ندزها الى المستشفى. حاليا تصير الاصابات كثيره بمنطقه الراس والصدر واللي هي اصابات خطره وتعتبر قاتله. طبعا هذا ممنوع منعا باتا لان هذا اذيه للناس، هذا مو تفريق متظاهرين. استخدام القوة مرفوض قطعا. طبعا هذا الحكي مو من عندي، التقرير الحكومي يقول 70% من الإصابات تكون بالصدر والرأس. الاستخدام يكون يجب أن يكون القوات مدربة على استخدام هذا الغاز المسيل للدموع، لأن ده يؤدي بحياة ناس، ده يؤدي إلى شباب بعمر الوردة تروح. هذا يعني حرامات، حرامات الوطن ينطي هيجي ثمن. وصح مقولة كانت هي العراق يصرف زلم ما يصرف فلوس. وشكرا لكم. طبعا احنا شكرا لتوصيل صوتنا، احنا دا نعمل بشفتات صباحية ومسائية وليلية، نتناوب بيناتنا، دائما موجود طبيب. احب انفي الاقوال اللي تقول انه الطبيب ما موجود بالمفارز، لا، اكو اطباء هواية وحاضرين ان شاء الله، واي شيء يحتاجه متظاهرين احنا نقدمه من عيننا. وشكرا جزيلا. حقيقة منذ اليوم الاول ايام 25/10 استنفرت جمعية الهلال الاحمر العراقي كل كوادرها البشرية وآلياتها ولوجستي الخاص بها، اللي حقيقة كانت هي 25 سيارة إسعاف مع كوادر الهلال الأحمر من المتطوعين الموظفين بالتواجد في ساحة التحرير لتقديم الخدمات الإسعافية واللوجستية إلى المتظاهرين. الحالات اللي تم نقلها خلال هاي الأيام كلها هي عبارة عن حالات الأغلبية حالات الاختناق وضيق التنفس، بالإضافة إلى بعض الجروح البسيطة اللي كانت موجودة، والأغل يعني كانت كوادر متواجدة وقامت بإسعافها إسعاف أما إسعاف في الميدان في نفس الموقع، أو تم نقلها الحالات اللي كانت خارج السيطرة تم نقلها إلى المستشفيات القريبة اللي هي مستشفى الشيخ زايد ومستشفى الجملة العصبية والمستشفى الكندي. وكان هناك أيضا من كوادرنا مجموعة من الشباب المتطوعين ينتظرون باب المستشفى ويدخلون الحالة وتقديم الدعم للمستشفى ب يعني تهيئة وإدخال المصابين لداخل المستشفى والتنقل بهم داخل المستشفى أيضا من قسم الأشعة إلى قسم الطوارئ، كان إن اليد الطولة في مساعدة إدارة المستشفيات. بالإضافة إلى هذا بعد أن استدب يعني إنه سيطرنا على الموقف من هذا الجانب، تم فتح مستشفيين ميدانية هي عبارة عن تقديم الأكسجين وبعض الضمادات إلى المحتاجيها في نفس الموقع. وأيضا عندنا هناك أكثر من 5 إلى 7 جوالات، فرق جوالة، هاي الفرق الجوالة واجبها تتنقل بين المتظاهرين الموجودين في ساحة في حالة حدوث أي طارئ أو أي حالة محتاجة إلى إسعافات، فحتقوم هاي الفرق بتقديم الإسعافات الميدانية لها مباشرة. ايضا يعني احب اذكر لكم انه تواجدنا في ساحه التحرير على مدار 24 ساعه، تم تشكيل الفرق على 3 وجبات، وايضا الفرق الموجوده في المستشفيات تم تقسيمها على 3 وجبات، بحيث انه كوادرنا من موظفين ومتطوعين هم على مدار 24 ساعه موجودين في الموقع، اذا كان مستشفى او المستشفيات الميدانيه او كفرق جواله في ساحة التحرير. السلام عليكم، أنا حسين علي مسعف صاحب التكتك. نقلنا هواي جرحى، من خلال هذه الجرحى نقلت شهداء 2 وياي، هاي الشراوية مال شهيد وياي صعد انضرب هنا براسي، هواي جاي تموت عالم وهواي جاي يأذونها، جاي يطلقون علينا غاز مسيل الدموع اللي هو ممنوع دوليا، ممنوع من العالم أصلا. العراق حرام ينضرب، حرام العراقي ينضرب أصلا، انت جاي يشمر علينا مسيل دموع وكله توجه علينا توجه، وهذا الجسر يشهد وهاي التكتك تشهد،
مضروبه 4 دخانيات وهذن كلهن موجودات. ليش؟ يعني احنا شنو؟ لا مسوين، احنا ناس سلميين، احنا نوقف نريد نوصل صوتنا، نريد نحكي، نريد نسولف، نريد وطن، كل شيء نريد، نريد حقوقنا، هاي حقوقنا انه لازم نريد، احنا لازم نريد، لان هذا هو مطلبنا، هو احنا طالعين عليه، احنا سلميين، احنا ما جايين نأذي واحد، لا جايين نضرب واحد، لا جاي، انتم مثل ما جاي تشوفون، جاي ننظف الشيء ناكله، نشيله بالحاوية تكرمون ونذبه، الشيء اللي نسويه هاي مثل مناظر حلوة، جاي نسوي يعني احنا جاي نصلح، احنا جاي نسوي كل هذا، وفوقاه عالم جاي تموت، يعني ليش؟ يعني شنو 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 سويناه احنا؟ ما جاي نسوي، احنا عالم مسلمين، عالم اسلام، اسلام، احنا اسلام يا وطن. عراق عم احنا عراق، والله حرام العراقي ينضرب، والله حرام، يعني عالم يعني يصعد وياي، نصعد على الجسر ورا يوم يومين يموت، يوم يومين يموت، ليش؟ يعني شو مسوين احنا؟ الله اكبر. شو السؤال؟ محمد مبارك انطخيت وقتك جيد، وقتك اوكي، حاولوا تمشي خلوا هو يمشي ما هو عن عدنان، هاي المسألة اطلع مني كادر محمد كلهم بلاعيمة هو حتى يكون عنده بلاعيمة على مالك
المطالب وياكم. شاهد هاي الحالة، أحد الشباب المتظاهرين فقد جسر الجمهورية باوي ضربه براسه أبو الشغب قدامي عند التعليب بيبسي باوي عند التعليب بيبسي ضرب براسه انتشر المخ بالقاع، المخ حاليا موجود فوق الجسر ماله. شاهد لحظة شوف هذا المخ صار له 10 ايام من المسؤول. قال الى يعني السياسيين اللي كانوا بالبرلمان ولا غير البرلمان، يعني هسه اللي شنو يعوض الشهداء والجرحى؟ اول فقره هاي شنو اللي يعوضها؟ مال؟ لا. بيوت؟ لا. شنو اللي يعوض الشهداء ولا جرحى؟ انا اول شيء منتسب الى وزاره الداخليه، وامانه الله يكون هاي الرساله ما تنقطع، لقطه واحده حرف واحد ما ينقطع. ايوه اكو شاعر عبد الحسين حلف الله يرحمه يقول سايد الا ممشى الحكومه رون سايد اذن لذن ندن نشبع رتل سبح ومسيه. وبصراحة يا ناس، هذه عبد الحسين حلفي طبعا مو انا اقولها ولا انا كاتبها وليس شاعر، انا ذواق للشعر، يقول بيا طبع يا ناس واحكي بصراحة، وحتى لو كنت حلمان هم احكي بصراحة، قبل رفيقي والعقل يفتهم، قبل رفيقي وهسه مولاي والشعب باثنين هن ما شاف راحة. انا بالنسبة لي الله يشهد علي، يعني عندي دماء الشهداء والجرحى ما اعرف هسه، انا عندي مستعد وفعلا يعني وليس امام الكاميرا والاعلام، بايس احذيه المتظاهرين ومنطي من جيب الخاص ومساعد المواكب، يعني لا متى نبقى هيك؟ انا بالنسبه لي يعني البشر المقابل شوف اقول لك، انت عندك راتب صح ولا ليس غلطان؟ يعني راتب عندي، سياره عندي، بيت مولك وحدي والحمد لله والشكر، بس هذا الشعب اللي مين الشعب؟ اخوي لو مو اخوي؟ على شنو هذا اللي عايف رزقه وماله وكل الامور عايفها وجاي على المتظاهرات على مو شنو؟ اريد حقه يا اخي، انطيه حقه وانت ابوك براحتك، والله اكو حكي ما ينحكي بالقيادات والضباط وغيره 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 كوايم، ترى خليها ببالكم رساله الى المتظاهرين، يعني بالنسبه للمنتسب لا حول ولا قوه، للمنتسب لا حول ولا قوه، يجي امر وزع من كل كره حاشا السامع كل كذب توقف هنا توقف هنا، اطلق النار اطلق النار، يعني لا حول ولا قوه المنتسب لا حول ولا قوه. والسلام عليكم. احنا موظفين متطوعين جمعية الهلال الأحمر العراقي من يوم 25 بالشهر لحد اليوم، متواصلين بتقديم المساعدات والعلاجات للجرحى المتظاهرين.
البنات شاركوا ورا يومين يعني من بداية المظاهرات، توصلنا حالات يعني نوع ما خطرة، وأكو حالات عادية نقدر نسعفها بسهولة. تجي أعراض الاختناق أكثر شيء، يعني صادفة الاختناقات أكثر شيء. أعراضها أنه فقدان للوعي، ضيق تنفس وإغماءات، أعراض تشبه أعراض الصرع أحيانا، يعني الرشفة القوية، البرد الشديد هم يعني يرجفون من البرد. نعاملهم نعالجهم بالنورمال سلاين أول شيء، نغسلهم عيونهم ويغرغرون بالمي بالنورمال سلاين المحلول الملحي همين، وبعدين نخلي له أكسجين شوية لحد ما يعني نوضعه بوضعية 45 درجة على مود نفتح المجرى التنفسي مالته. نقدم له الإسعاف، نعطيه الدعم النفسي الأولي أنه نطمنه أنه ماكو شيء، نرفع من معنوياته لحد ما يعني يستعدل وضعه الطبيعي، ترجع الوظائف الحيوية طبيعية ويقدر يقوم. يعني تجي أكثر الحالات كانت اختناق. الحالات الصعبة اللي ما نقدر أنه إحنا كمسعفين نعالجها مباشرة، تنقل سيارات الإسعاف مال الهلال الأحمر لأقرب المستشفيات الموجودة، الشيخ زايد أقرب شيء يعني أن جماعتنا هم الموجودين هناك. فهاي الحالات اللي شفناها يعني جروح هم يعني نقدر نعالجهم، التضميد التداوي يعني أكثر شيء، قياس الضغط هم يعني. أكو أطباء هم يعني موجودين بالمفارز القريبة يجون يساعدون، يقيسون نسبة الأكسجين بالدم، الوضع المريض يعني ممكن يحتاج أوبر أنه يحقنا في نوع معين من الأوبر، وهذا اللي نقدر بالممكن يعني أبسط شيء نقدم لهم إياه. اللي إحنا شفناه هو يعني صعوبة التنفس، يجون يعني يوصلوا مرحلة الرشفة القوية همين، فأكيد يعني بيها فشي أثر على أعصابهم على المجرى التنفسي، والمكان همين هناك كله يعني كله غازات أقرب، فإحنا أخذنا مكان شوية بعيد عن الغازات، ومع هذا مرتين وصلنا الغاز لحد يمنا، يعني همين عانينا من عنده. طبعا حالات الفوق الجسر صارت يعني يطلقون عليهم مسيل الدموع، محرم دوليا. سألنا بيه دكتور شوفناه الطلقة مال مسيل الدموع عليها تاريخ 2014 محرمة دوليا قال، واكو اشخاص انضربوا بصفهم الدخانية، ظل جسمهم ويحكهم، ظلت ايديهم الشنج. فسألنا الدكتور قال هذا محرم دوليا، هذا غاز، هذا بيها كيمياوي، يعني مشمولة من كل الأمراض. قبل نص ساعة كنت جوا الجسر، رحت ماخذ من الهلال الأحمر أرزاق، رحنا نوديهم لين ما يوصلهم أرزاق. ضربوا واحد هذا وجهه كله وقع بالقاع، ضربوا دخانية وجهه وقع كله بالقاع، ورغم أنه يصيحون سلمية شايل علم العراق بيده، الله أكبر عليهم، ماكو هيك وحوش والله العظيم. وكل من يقول لك هاي إيران وأمريكا جاي يسوق إلا لا كذاب، مسؤولين العراقيين جاي يطونهم أمر ويضربونهم، ونفسهم هم نفسهم ربعنا الشغب، هم نفسهم عبرنا يمهم للجسر جاي نطيهم أرزاق، شوفوا إيش قدر واحنا طيبة، عبرنا يمهم جاي نطيهم أرزاق، أخذوها من يمنا وضربونا نفسهم هم، الله ينتقم عليهم والله العظيم. من يوم 25 بالشهر واللي هسه هاي نومتي هنا، أكلتنا شربتنا هنا، أروح فقط للبيت أروح أجيب فلوس على مود البنزين، هذا يطي أبو وزارة مال النفط، وهاي يطي أنه البنزين خانة لأهل التكاتك مجانا، وين المجانا؟ وزع له دبتين سد المحطة، أنه صار هنا صار خير ويا المتظاهرين، لا عم كل خير ما بيهم، كل خير ما بيهم، أكبر حرامية كلهم حرامية، كلهم كلاب، كلهم دايحين، كلهم ذيول، والله العظيم ما بيهم واحد شريف. هو الشريف ما يسوي له جنسيتين ببلده، هذا لو شريف ما يسوي له جنسيتين، مو محرمة دوليا انه ما يصير المسؤول يخلي له جنسيتين غير بلده. تحجون على صدام ترحون فدوى الصدام، نقلت تقريبا بال 25 حالة، واحد مات استشهد بالتكتك ما لحقت علي، استشهد عدي بن خالد بالجملة العصبية هواي ايه هسه اليوم ثلاثة ماتوا اليوم. لا يقولوا لكم ماكو ضرب، لا كذب، اكو ضرب ومستمر وجاي يضربون. هاي شوفوها، تعال اقرا تاريخها، هاي ما بيها تاريخ، بالراس تقول قناص يجيب لك اياها بالراس. ليش هي مو تنضرب بالقاع اذا انت تريد تحارب ومسيل الدموع مو الذبلي مال كيمياوي؟ ليش ولك مو بشر احنا شنو؟